صباح الخير وصباح الصحة والسلامة على كل أوفياء. الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. من بعد غيابها علينا الأسبوع الماضي، هي حاضرة معنا اليوم الدكتورة نائلة دراعو، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. صباح الخير دكتورة نائلة. صباح النور عفاف. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك. أهلا بك، شكرا. نورتينا اليوم، كنتمنى إن شاء الله أنه الرحلة كان كل شيء مزيان. الحمد لله. كنت حاضرة ضمن فعاليات مؤتمر طبي بالإمارات، وكنتمنى إن شاء الله أنه فعلا، وكيعجبني بزاف دكتورة نائلة لما تقاسمي مع المستمعين ولو غير نوعا ما، يعني شنو المؤتمر مثلا أهم حاجة اللي كانت حاضرة فيه، مثلا واش على مستوى طرق جديدة ديال التشخيص، ولا طرق جديدة ديال العلاج، أو لا شكون الناس اللي كانوا مشاركين، أو الدول اللي كانت حاضرة، والغاية من المؤتمر. هو كان منظم من طرف واحد لو جروب اللي معروفين بالإنتاج الفيلغ او لاسي ديالوغونيك او الحمض ديالوغونيك اللي كنعرفوا. دونك هذه هي الجماعه اللي نظمت هاد الجلسه اللي تمت في دبي، وكان الهدف منها هو انه نفهموا بان الفيلغ اكيد كيعرفوا الناس ان كنعمروا به بعض الفراغات، غير هو الجديد في الامر هو كاين ولا ان فيلغ اللي غادي يعطينا واحد لو ليفتينغ اللي عبارة عن ليفتينغ ميديكال، يعني غيجبد لينا الغلاشمون، يجبد لينا الجلدة. أيه. بلا ما يعطينا الفوليوم بزاف، لان شحال من واحد كيبغي يدير بحال هاد التقنيات ولكن أيه. كيخاف ما يعمر وما يديفورما ليه لو فيزاج ديالو، داك الانتفاخ الزائد اللي ما بقيناش كنبغيوه، ماشي غير في المغرب، عالميا. الوغ هذه هي الجديد هو واحد لينوفاسيون، يعني هذا هو عبارة عن فيلغ، مي الدور ديالو باش يدير لينا لو ليفتينغ، يعني بوحديتو بتقنية ديالو كيمكن لينا نشدو الجلد بطريقه بحال درنا العمليه جراحيه ديال لو ليفتينغ. غير هو شنو هو الربح اللي كنربحو، انه ما كاينش واحد الانستيزي، ما كاينش البنج. أيه. انه النتيجه كتبان ديك الساعه، انها الانسان كيمكن له يخرج داك النهار ويمشي ويرجع للخدمه ديالو. أيه. ما كتكونش علامه ديال الزرقيه، ما كتكونش واحد الضرر، وبطريقه سريعه جدا، يعني في ظرف مثلا واحد 20 دقيقه يمكن الوجه يتبدل، يعني كاع الارتخاءات على مستوى اللي كتكون. وكنسمعوا بزاف دكتور، الى ربما انت كتسمع العباره في العياده عندك، بزاف ديال السيدات كتقول لك انا ملي وصلت لهذا السن الوجه ديالي بحال طاح. هذا هو المشكل، داك الارتخاء اللي كيكون. وماشي عندك كيف ما قلتي السن، كاين حتى بزاف الناس كيشكيو من هذه المشكله، لاحظتي اوتور دو نو كاين هذا الهوس ديال ارتخاء ديال الجلد، الخدود كتبان لك طايحه. دوك كل الناس كيجي كتبقى تلعب كتقول لك انا ملي كنجبد وجهي للفوق كيعجبني وجهي. يعني الا كنت جبدت، دونك هذا هو الجديد اللي كان. وصراحه كانوا ناس من غالبا من الدول العربيه اللي كتكلم باللغه العربيه كلها تقريبا، على مستوى البي دو غولف وعلى مستوى المغرب، ومشاو تقريبا واحد 6 ناس من الماروك، دازت فريمون مزيانه. كنتمنى لك التوفيق دائما يا رب. اليوم ان شاء الله معاك دكتوره نائلة غادي نشوف باش غادي نتكلموا على واحد الموضوع ربما غادي نطرقوا ليه لاول مره كموضوع. غادي نتكلموا على الفقاعات اللي كتكون مائيه وكتبان على البشره. اليوم غادي نوقفوا عند هذا المشكل هذا، علاش ربما الكثير من الناس كيصنفوه ضمن الاعراض، يعني كيكون عرض اكثر منه مرض. اليوم حنا بغينا نعرفوا شنو الامراض اللي كتكون مرتبطه به، غنعرفوا ايضا الشكل ديالو والاحجام ديالو وقتاش كتبدل ووقتاش كتختلف. غنتكلموا ايضا ربما على واحد المرض اللي هو كيدخل في الشكل ديالو ضمن هاد الفقاعات، ولكن كيتسمى مرض الفقاعيه الجلديه، هو مرض اللي عنده علاقه بالمناعه وكيتسمى انه مرض نادر وخطير، واش كاين حالات على مستوى المغرب او لا، وشنو الخطوره، شنو اللي كيخلي هاد المرض كيتصنف ضمن الامراض الخطيره والنادره. الكثير من النقاط غادي نوقفوا عندها اليوم من خلال برنامج صحه وسلامه، دائما رفقه الدكتوره نائله دراعو. مرحبا باتصالاتكم وبتساؤلاتكم كيف العاده من خلال الارقام اللي هي 0522 46 72 50 51 أو 52، أو لا 0522 88 00 60 61 أو 62. أول حاجة دكتورة نائلة، والفوا الكثير من الناس على أنه هاد الفقاعات اللي كتكون ديال الماء، أو اللي كنسميوهم يعني مثلا بلاصة اللي كتكون نبلات، كنسمعوا هاد المصطلح، غالبا الناس ما كانوا كيربطوها بالحروق، أنه الإنسان حتى كيتحرق عاد كتبان فيه. أول حاجة بغيت نسولك، هاد الفقاعات داك السائل اللي كتعمر به أو اللي كيكون فيها هو عبارة عن ماذا؟ وعلاش كتبان؟ ألوغ فعلا تبارك الله على التقديم ديالك، لأنه تقريبا ذكرتي كل شيء اللي غنتكلموا عليه اليوم. فعلا هاد الفقاعات مرتبطة أكثر بحروق كيف ما شرتي. ألوغ ديجا كيف ما قلتي التعريف، شنو هو الحجم؟ حيت كاينة فقاعة اللي كتكون هي لابول
يعني كبيرة في الحجم ديالها فايت تقريبا واحد نص سنتيمتر. وعاد كاينة لا فيزيكول وهي عبارة عن نبيلة صغيرة. اليوم كنتكلموا على الفقاعات يعني ديك لابول الكبيرة اللي باينة ماشي بحال نبيبيلة صغيرة مثلا ديال حبوبات الصهد اللي كيكون مجموع عبارة عن نبيبيلات صغار ومجموعين. بلوتو كنهضروا على الفقاعة. الوغ السائل اللي كيكون في هاد الفقاعة هو عبارة عن سائل فيه مواد خلوية اللي كتكون ما بين الخلايا دونك وفيها بزاف ديال الاملاح وفيها بزاف تاع المكونات المائيه اللي كاين في الجسم ديالنا. مزيان نعرفوا هذه المساله علاش حيت تكلمتي في الاول على شنو هي الخطوره ديال هذاك المرض. حيت الا كانت الفقاعات مثلا في الجسم كله غتولي واحد الخطوره يعني تقريبا داك الماء كله اللي في الذات ديالنا غادي يبدا يخرج من الجسم ديالنا فهذاك الماء اللي كاين في الفقاعات وهنا غتولي واحد الخطوره على الاعضاء الداخليه لان غنقصوا من الماء غتهبط لنا لا طونسيون غادي نقدروا ندخلوا في واحد الحاله ديال الغيبوبه. لذلك في هذه الحالات اللي كتكون الفقاعات كثيره بزاف خاصنا ضروري الاستشفاء وخاصنا ضروري واحد لا بريزون شارج على مستوى الانعاش باش ما نوقعوش في هذه المشاكل اللي كتكون خطيره. الوغ امتى غتكون هذه الفقاعات كثيره بحال احنا غنبداو من الاشياء الصعيبه بزاف. الفقاعات كتكون كثيره في بعض الامراض اللي شرتي منها بحال قلتي المرض الفقاعي الجلدي اللي عباره عن مرض المناعه اللي كيتسمى باللغه الفرنسيه لو بانفيغوس وفيه بزاف الانواع وغنشوفوهم. ملي كنقدروا النبيلات يكونوا في الجسم ديالنا كله وهو واحد المرض وغنتكلموا عليه سميتو لو سيندروم دو لايل وهو واحد المرض ناتج على استعمال بعض الادويه الخطيره اللي كتعطينا واحد حساسيه اللي ما كنقدروش يعني نتنبؤوا بها. يعني كنقدروا نعطي مثلا دواء غياخذوا اي واحد وعند واحد الانسان غيدير ليه واحد الحساسيه والحساسيه الخطيره هي هاد لو سيندروم دو لايل هي اخطر حساسيه ناتجه على الدواء اللي كتوقع واللي كتكون قاتله الا ما تماتش العنايه المركزه من الاول والاستشفاء وفريمون حالات خطيره جدا واللي في العالم كله كتقدر توصل حالات الوفاه الى 45% يعني حاله كثيره بزاف. الوغ الا بغينا نصنفوا هاد الفقاعات لان هاد لو شابيتر كيف ما شرتي هو عباره عن واحد العرض يعني ماشي غيقول لنا بالضبط شنو هو المرض اللي غنلقاوه في بزاف الامراض. الوغ هاد الفقاعات تقدر تكون غير موضعيه هنا الحل كيكون سهل يعني الاشياء اللي غتقدر تعطينا واحد الفقاعات موضعيه اول حاجه مثلا حروق الشمس. كنعرفوا ان الشمس اللي تعرضنا لها بزاف سورتو عند الناس اللي عندهم مثلا بشره بيضاء وعندهم نقص في ماده ديال الميلانين كتمكن لها تعطي الحروق. والحروق تقدر تكون غير بقعه حمراء كيف ما كتكون بقعه حمراء وفيها نبيله او ديك اللي عامره بالماء. كتقدر تكون عندنا حروق وهنا غادي نشيروا للربيع الناس كيبداو يخرجوا كيمشيو للغابات كيعجبهم لان كيكونوا قنطوا بزاف في الفصل الشتاء. وكاينين واحد النباتات اللي كتعطينا حروق نباتيه منها مثلا ديك النبته اللي سميتها الحر اللي معروفه اللي يكفي انها كتمسنا كتقدر تحمر البلاصه وتوصل تتنبلها هي كدير رده فعل باش كدافع على نفسها وبالتالي كتعطي الانسان داك الحروق كتسمى لا ديرميت دو بري يعني هي حروق ديال الحقول. ونقدروا نتسكاو مثلا بعض الناس كينعسوا في حقل مثلا بلا ما كيشعروا وملي كينوضوا كيلقاو داك الحروق على شكل الرسم ديال هذيك النبته اللي تسكاو عليها. دونك هنا في الربيع دونك خصنا نديروا الانسان يرد البال اكزاكتومون. كاين الحروق اللي ناتجه على نباتات كاين الحروق اللي ناتجه على الشمس كاين الحروق اللي ناتجه على مواد كتحرق كوستيك يعني شي سائل كيحرق مثلا الماء ماء الحياه والماء المقاطع غادي يقدر مثلا يدير لنا هذه الحرقه شي حاجه مجهده بزاف اللي اسيد اللي غطاح على دير لنا مثلا هذيك الفقاعه نبيله مثلا نقدر نتحرق بشي اله مثلا بفرن او لا دونك هذه هي تقدر تعطينا فقاعات هي عباره عن فقاعات اللي كتكون موضعيه أيه. كذلك كاين فقاعات موضعيه اللي ناتجه عن استعمالنا لبعض المواد الدواء اللي كيكون كيدار موضعي. كاينين مثلا كريمات اللي كيمكن ليها تعطينا فقاعات تحرق الجلده ديالنا الى انها تعطينا فقاعات. كاين مثلا مكياجات كذلك دوك هنا كنربطوا هذه المسائل كلها بحال حساسيه جلديه اللي غتبان على شكل فقاعه نبيله اللي ناتجه على استعمالنا لهذيك الماده. الوغ هنا تقريبا الا تكلمنا على الفقاعات اللي كتكون موضعيه. الوغ الفقاعات تقدر تكون موضعيه ولكن ما ناتجاش على هاد العوامل الخارجيه حيت هذه الا تكلمنا على عوامل خارجيه على الشمس على نباتات على مواد دارت موضعيا كوساسوا دواء او لا كوساسوا مكياج او لا شي حاجه ماده سامه او لا ميكانيك يعني شي حاجه تحطات علينا وحرقتنا. الوغ الحروق كذلك الفقاعات الموضعيه كنقدروا نشوفوها في واحد المرض خصنا نعرفوه انه موجود سميتو لا بورفيري.
الوغ شنو هذا المرض؟ هو كنشوفوه عند جوج الناس، اما كتكون حاله وراثيه ناتجه على نقص واحد الماده اللي كتدخل في التكوين ديال واحد الماده الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هي كتكون في الخلايا ديال الدم، دونك ماده منها كتكون نقص واحد الانزيم، وهذاك الانزيم ملي كيكون ناقص كيظهر لنا في الجلد على شكل حروق، فقاعات كتكون على مستوى البشرة ديال الوجه وعلى مستوى اليدين، يعني البلايص اللي معرضين للشمس كتوقع واحد الحالة اللي هي كيماوية، واحد لغياكسيون اللي كتعطينا فقاعات. دونك هادو حالات كاينة في المغرب، هي عبارة عن حالات وراثية وكنقدروا نعرفوا يعني نشخصوها، ولأنهم لازم لهم واحد يتجنبوا الشمس، لازم أنهم في بعض المرات كنعالجوهم بلاسيني. شناهي لاسيني؟ أن كنخليو الدم يدوز أو كاريمون يعطيو الدم مثلا باش ينقصوا من 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 الحجم ديال الدم ديالهم، وكيستعملوا بعض الادوات، بعض الدواء اللي سميتو لي زونتي باليديان دو سانتيز. دونك وباش باش هاد وكتبقى هاد الحاله كتجي كتكرر في بعض الايام فاش كتكون الشمس كثيره بزاف. دونك لا بورفيري، دونك مزيانه اننا نعرفوها. كاينه واحد الحاله اخرى تاع لا بورفيري اللي كتجي حتى فوق الخمسينات، اللي ما كتكونش وراثيه، وكنشوفوها بزاف عند الناس اللي كيستعملوا الكحول بطريقه كثيره، كنشوفها في بعض استعمالات الادويه الاستروجينات عند النساء، واحد الانواع الادويه اخرى كتستعمل في بعض الحالات المرضيه. دونك هذه حتى هي هو مرض اللي غيقدر يعطينا فقاعات، يعني نبيل كيبان في الوجه، كيبان في اليدين، اللي كيبان كيظهر مع الشمس. ضروري خاصنا نتعرضوا للشمس باش كيبان بحال هذا النبيل في هذه المناطق. واخا غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام من خلال الارقام 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 88 00 60 61 او 62. معنا وداد على الخط من الخميسات. صباح الخير وداد. السلام عليكم اخت عتاب. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم بزاف على هذا البرنامج. العفو وداد، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. السؤال ديالي بخصوص بنتي عندها 17 عام. هذه الايام ليكود ديالها كياكلوها بزاف، غير ليكود. وانا فايت سمعت قلتي بانه يقدر يكون هذيك الحكايه في ليكود مؤشر على مرض السكري من النوع الثاني، ولحد الساعه ما قدرتش نديها للطبيب، يعني فطرت امتحانات وخوف وهذا. واش هي تقدر تكون هذا هو الاحتمال الوحيد، او ممكن تكون عباره عن حساسيه شي حاجه؟ ولكن هذا الاحتمال كيفاش انت فكرتي مباشره في السكر؟ يعني الحكه سمعتك دكتوره قلت ان ليكود اللي الحكام في ليكود اللي كيتكرشوا او كيتحببوا يقدر يكون احتمال ديال لا ماشي بحال هكا اللي تكلمنا عليه، غير لتصحيح المعلومه. ادوينا على الناس اللي كيكون عندهم العنق ديالهم كحل، وواحد الكحوليه، الكحوليه كتكون عندهم في العنق ديالهم، كتكون عندهم في اليدين ديالهم، كتقدر تكون عندهم في ليكود. تكلمنا على هاد الكحوليه اللي كتكون بحال مكرشه، يعني بدون حكه، كتقدر تكون علامه، غير علامه مؤشر على ان الا كانت عند ناس اللي مرتفعين في الوزن، يعني عندهم السمنه. على مشكله بنتي عندها، سمحي لي دكتوره، عندها نفس هاد الاعراض، يعني ولكن الكحوليه ولكن وي ولكن ما كاينش غير هاد الاحتمال. يعني دابا انت كتكلمي على انها كتحك وكينوضوا فيها حبيبات، ممكن يكون ممكن تكون شوفيه، ممكن تكون فيها انكزيما، ممكن تكون عندها مثلا غالبا في هذه المناطق تقدر تكون شوفيه او الاكزيما اللي غتعطيها الا كانت حكه غير موضعيه في جهه ليكود. الوغ الا كانت الكحوليه وكان عندها السمنه وكان هذا، بلا ما تخافي غتمشي ديري لها تحليله مثلا ديال الدم، خاصه الا عندكم مثلا مرض السكري في العائله ديالكم، وكتشوفي ان الوزن ديالها يعني مرتفع بزاف، وكيبانوا لك هذه المناطق اللي تكلمنا عليهم كحله ومكرشه، يعني واحد كحله بزاف. الناس كيجيو كيقول لك كيهضروا على الكحوليه اكثر ما كيدويو مثلا على حكه. دونك هنا تكلمنا على ان مزيان نعرفوا هذه المسائل ديال ان تقدر تكون علامه ماشي 100% انه يقدر يجي مرض السكري تيبدو. مي ما غاديش تبقاي في بلاصتكم مخلوعه بزاف، خاصه دير تحاليل باش تاكد تحل الشك باليقين. دير تحليله ديال السكر وتهناي، اولا تمشي ديريكت عند الطبيب المتخصص في الامراض الجلديه، حيت تقدر تكون فيها الاكزيما، يعني ماشي اولا كيف ما قلتي حتى النشوفيه ديال الجلد. الناس كتكون عندهم هكا سورتو في البرد. أيوه. من بعد وداد من الخميسات هذه المرة في مكالمة أخرى معنا، غادي نستقبلوا آمال على الخط من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير آمال. ألو صباح النور. لله عسف. أهلا وسهلا، مرحبا بك. لاباس عليكم؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامة الدكتورة ديالنا. الله يسلمك، شكرا. بارك الله فيك. الله يخليك. عندي سؤال على قبل هذا النبيلات. كنت واحد المرة خديت صباط جديد ولبستو، من بعد النهار فاش جيت في الليل فغيمون لقيت رجليا كلهم مبلين من الزحف. بزاف. دوك نبلو لك الرجلين باسكو كان صباط مزير ولا كانوا نبيبيلات صغيرين؟
كنظن حيت الباط جديد وكان مزير حيت لبست نهار كامل وفريمون وي الوغ عادي دايوغ تكلمنا في بدايه الحلقه بانه كتكون هاد التنبولات اللي كتكون موضعيه هي غالبا كنقولوا دبرني الصباط على شي حاجه اكسترن يعني دبرك صباط او حرقاتك شي حاجه ولا يعني كاين واحد الكونتاكت ممكن ومن بعد بيان سور اكيد ملي غتكون لبستي صباط اخر غادي يمشيو دوك النبيلات بوحديتهم. ولكن هنا وانا غنشكر امل بزاف على السؤال ديالها دكتوره نائله. الممارسات كتكون كتختلف من شخص لاخر. اشنو كاين انسان اللي ملي كيرجع في الاخر النهار وكيدبر الصباط اول حاجه كيفكر فيها انه كيتك هذاك المكان باش يخرج ذاك الماء. واش هذه الطريقه صحيه او لا؟ لا لان كاين الناس اللي كيديروها كاين الناس اللي كيخليوها حتى كيقول لك لا خليها حتى ترتق بوحديتها. هي اصلا فاش كيجيو الناس كي على ود هذا المشكل ديال الفقاعات مثلا وكثيرة او الموضعيه اكيد حنا كنديروا هذه المساله ولكن بطريقه صحيه. يعني بتعقيم يعني كنستعملوا صباعات كننيتوايو هذيك المنطقه بواحد انتيسيبتيك وعاد مثلا كنخويو دوك الفقاعات ملي كتكون في حاله مثلا حروق او لا لان هذيك الفقاعات الا خلينا فيها هذاك الماء اللي غيبدا يصفر يقدر يزيد يتقيح لان كنعرف ان التطور ديال الفقاعه الى بقات تقدر تقيح من بعد. الوغ لذلك بون بالنسبه لهذه الطريقه ديال مثلا دبره ديال الصباط وفقاعه كبيره بزاف في العلاج في الدار الى درت لهاد المساله خصها الدار بطريقه معقمه. انا نقدر في ديك مثلا الوسيله اللي خديت باش غنحل بهذيك البره مثلا تكون فوالا تكون ما معقماش وتقدر هي دير لي ان بروبليم ولا كنشوف بعض الاستعمالات فعلا. دونك ما خصهاش تكون هذه المساله لان تقدر تعطينا تعفن دائما في اطار الفقاعات وباش حيت هو موضوع اللي فريمون كبير بزاف الا شفتي راه كاين بزاف ديال الاسباب وغنتكلموا على الفقاعات اللي كتقدر تجينا في الجسم كله. وهنايا غادي نمشيو لذاك الموضوع اللي تكلمتي عليه اللي هو مرض الفقاعي الجلدي الناتج على المناعه الذاتيه. فيه بزاف ديال الانواع دونك هو لو بانفيكوس. دونك كنلقاو واحد النوع تاع لو بانفيكوس فيولكير اللي تكلمنا عليه في بعض الحلقات وقلنا بانه كيقدر يبان غير على شكل طياب في الفم اللي ما كيبغيش يبرى. يعني هنا واحسن حاجه نديرو تشخيص في هذا الوقت فاش يلاه كيكون غير في الفم لان كنقدروا نربحوا الوقت بزاف وكنقدروا نديروا علاجات قليله اللي ماشي مضره لان كاينه بزاف العلاجات اللي كتقدر تعطي الضرر. الوغ دونك يقدر يبان هذا المرض غير بالطياب في الفم ما كيحيدش. الوغ كيف ما كيقدر يبان على شكل حكه في الجسم وباقى ما نوضت فقاعه في الجسم. عاد من بعد كيبداو يبانوا فقاعات في الجسم. الوغ كاين هذا النوع كاين واحد النوع سطحي اللي ما كنشوفوش الفقاعات يعني ما قليل فين كتبان لنا شي حاجه من عامره بالماء ما كيبان لنا على شكل بحال حروق بحال شي واحد كيتحرق مثلا بلا سيجاريت. نعم يعني حروق وجلده فاش كان بحال كنقيسوها كتبان لنا كتناثر غير بوحدها بحال بوحدها كتحيد. دونك وهنا هذا كيكون ذاك اللي هو سطحي كيتسمى لو بانفيكوس سوبرفيسيال. بعض المرات هذا كاين نوع اخر اللي كيجي للناس اللي فوت 70 عام واللي كيظهر بواحد الحكه خطيره بزاف ومساكن في هذا السن كيكونوا اصلا عيانين عندهم بزاف الامراض والجسم ديالهم كياكلهم وكتبان فقاعات اللي في هذه الحاله ديال هاد الناس كتكون صعيبه انك تحليها كتبان لك عامره بالماء ولكن لداخل يعني ملي كتبغي تحليها واخا كتبغي تحاولي هذا كتجيك صعيبه انها تحيد. قاصحه طونجو هنا مرض اخر كيتسمى لا بانفيكويد بيلوز. الوغ كاين مرض اخر عاوتاني ناتج اليوم كنتكلموا على الجلوتين والدور ديالو في بعض الامراض. دونك كاين واحد المرض اللي كيتسمى لا ديرميت اربيتي فورم اللي هو ناتج على هاد لانتوليرونس ديال هاد الماده ديال الجلوتين وكيقدر يبان على شكل جلد فقاعات كتبدا تبان في الجلد وكتجيب لنا واحد الحكه. وملي كنديروا التشخيص وملي كنديروا الريجيم ديال الجلوتين هنا فين كنعالجوا المرض زائد بعض الادويه اللي كتستعمل. دونك هاد الامراض ديال الامراض الفقاعي الجلدي اللي ناتج على المناعه فيه بزاف الانواع. دونك الى وصلنا لتقريبا واحد خمسه الانواع. كاين واحد النوع اخر كيجي الاطفال اللي كيتسمى ديرماتوزا ايجايلينير ناتج على ترسب واحد الماده في الدم اللي هو فيه مشكل المناعي. وكاين واحد الحاله ديال المراه الحامل اللي خصنا نعرفوها الى لاحظنا يعني من هذا الشيء كله باش ما نتلفوش للمستمع بزاف خصنا نفهموا انه الا كانت فينا شي حاجه في الجلد وما مشاتش بوحديتها فرصه خصنا نمشيو عند الطبيب. مثلا طياب في الفم ما مشاش بوحدو ماشي عادي وكيبقى يرجع. فقاعات بيزاغ يعني بحال كنتحرق وانا ما محروقاش. ناس كبار عندهم 70 عام الفوق وكيحكوا لحمهم بزاف وكينوضوا فيهم فقاعات عامرين بالماء. المراه الحامل ملي تحمل ويبانوا فيها فقاعات عامرين بالماء هنا كاين واحد المرض
سبيسيال ديال المراه الحامل كيتسمى لا بانفيغويد غرافيديك. غرافيديك يعني الحمل اللي فريمون خاص علاج مبكر باش انها الحفاظ على نفسها والحفاظ على صحه الجنين. واللي كناخذوا فيه حتى لي كورتيكويد في الاول وما كنحبسوهم حتى كتولد المراه. وكيكون واحد التتبع ما بين طبيب متخصص في الامراض الجلديه، طبيب متخصص في امراض النساء، وطبيب متخصص في الاطفال. لان حالات اللي كتخاد واللي كيكون في هذه الحالات تقريبا كلها كيكون واحد الاستشفاء باش كيتم التشخيص، وكذلك باش يبداو الناس الدواء في المستشفى باش تكون واحد المراقبه، لان هذه الادويه كاينه غير هي عندها بعض الاضرار، لذلك كيكون هذا المراقبه ديال يعني الا شفتي. اسمحي لي شنو التفسير ديال دكتوره نائلة؟ علاش كيبان عند بعض النساء الحوامل عنده علاقه بالهرمونات ربما؟ او فعلا كاين واحد الحاله بحال كتوقع واحد اضطراب في المناعه ناتج على هرمونات الحمل، ناتج يمكن على الكونتاكت ديال الجنين مع المشيمه، وكتكون واحد الحاله. هاد المسائل دايوغ تاع المناعه الذاتيه في جميع المجالات، مجالات الجلد ومجالات الاعصاب مازال البحث فيها، يعني مازال ما كنقولوا دائما كنلقاو فرضيات. هي عباره عن احتمالات وفرضيات، كنقدروا نعرفوا اشنو كيوقع ولكن ما كنعرفوش شنو هو السبب. اشنو كيوقع؟ كيكون خلل كيخلي واحد الخلايا كتفرز لينا مضادات الاجسام. هي هذه تقريبا مضادات الاجسام. الوغ في هذه الحاله ديال الفقاعات الجلديه كتكون مضادات الاجسام ضد ماده كاينه في التكوين ديال الجلد، واللي كتخلي انه كتوقع واحد الحاله وبحال كتموت ديك بحال اداه الترابط بين الخلايا. ما كتبقاش وكتبدا كتبان ديك الفقاعات، ما كيبقاش واحد التماسك كاين في الجلد، واللي ناتج على التهابات وعلى هاد المضادات الاجسام اللي كتفرز. علاش وكيفاش وهذا ما نقدروش نعرفوا كيفاش، مي كنعرفوا بالضبط اش كان وقع كاش كيوقع، وكنعرفوا انه كاين علاج، كاين علاجات اللي كتنجي من الموت، لان هاد الحالات الا بقات بوحدها غادي تؤدي ولا بد الى الموت، الوفاه. اما غيجي وفاه تعفنات، اما وفاه لان الا شفنا المخرج بزاف من الجسم ديالنا غنقدروا نطيحوا في ان الاعضاء غتنشف غتوجينا قصور كلوي ايتو. دونك كاين دواء، يعني لذلك تبقى في الذهن ديالنا، لان لاحظنا الامراض الجلديه لا تقتصر على التجميل، بالعكس هي نافذه على بزاف المسائل كتوقع لداخل. اون ريغل جينيرال الحاجه اللي كتبقى ما كتحيدش وحدها بلا ما نبقى نتسنى انا خايفه خصني نمشي نشوف اميتسا. كانت فيا في الجلد ديالي راه غنمشي لطبيب متخصص في الامراض الجلديه. نعم نشكرك بزاف دكتوره نائلة على كل هذه التوضيحات، وغادي نتوقفوا مع فاصل اعلاني وراجعين مباشر باش نوصلوا حلقه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه دائما على ميد راديو. ورجعنا دائما في برنامجكم صحه وسلامه مع الدكتوره نائلة دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. غادي نفتحوا باب التواصل من جديد مع المستمعين الكرام ونستقبلوا هذه المره وفاء. شكون معنا؟ ناخذوا فتيحه على الخط من طنجه. مرحبا بك فتيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فتيحة، مرحبا بك. كنشكركم على هذا البرنامج وكنشكر الدكتورة. أهلا وسهلا. عندي واحد السؤال أختي. واخا. عندي دوك حبيبات صغارين تحت عيني بحال معمرين شوية ولكن هما صغيورين بزاف. فايت لي مشيت عند طبيبة ديال الجلد و عطاتني درت تحاليل، المهم خرجوا تحاليل مزيانين ديال الكوليسترول. أييه. وحيدتهم لي بالليزر. من موراها بقيت واحد المده وعاودوا يرجعوا. يعني واش كاين هما عباره عن ماشي تلالات ماشي زبيبات؟ لا 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 غير صغيورين وبحال منفوخين من وسط الجلد. وعندكم في العائله كاينه في الوالده ديالك ولا في خواتاتك خالتك؟ لا والو، غير حتى شي واحد غير انتي وفيك الحساسيه؟ الا حكيتي عينك كتبقي تحكي عينك فيك شويه الالرجي؟ اصلا البشره ديالي حساسه ومهم شويه الحساسيه. الوغ هادو هما عباره عن واحد الانتفاخات كتكون على مستوى غدد كاينه في هذه المنطقه ديال الجفون، وخاصه في الموضوع ديال اليوم. وفعلا كنلاحظوا بان هادو دونك حيت في هذه المنطقه كاين بزاف المسائل اللي تقدر تكون نقدروش نحسوا حلقه المنطقه ديال الجفون. دونك نقدروا نكون نلقاو افكتيفمون بعد واحد ترسب ديال الكوليسترول وفي هذه المنطقه، داكشي علاش الطبيبه دارت لها التحليل. التحليل ديال الكوليسترول كتسمى لوكزونتيلاسما، وكيبان على شكل صفوريه بحال الشحمه مجموعه، كتقدر تكون الفوق كتقدر تكون لتحت، كتقدر تكون لوكاليزي يعني صغيوره كيف ما كتقدر تكون شاده مثلا الجفن كله، هنا كيصعب العلاج ديالها. بالنسبه فاش كتكون بحال هاد المشاكل اكيد كنديروا تحاليل ومن بعد كنديروا ريجيم ضروري هاد المساله، وعاد كنحاولوا نحيدوا المساله على حسب
كيفاش دايره الحجم ديالها اما عن طريق الجراحه او عن طريق اللازغ في بعض الحالات. الوغ في هذه المنطقه كيقدروا يكونوا لي غران دو ميليوم. لي غران دو ميليوم واحد الكويرات صغيرين وبيضين كيتسميوهم الناس لي بول دو غراس. هما عباره عن حبيبات رقيقين وبيضين كيقول لك عامرين بالشحمه هما بول دو غراس. الوغ ماشي سي با هذا تا هما كنشوفوا مع الناس اللي فيهم الحساسيه هادو كيتحيدوا بسهوله بواحد التقنيه ديال لو نيتواياج اللي كدار عند طبيب متخصص في الامراض الجلديه. كنقدروا نلقاو زبيبات او تلالات اللي تكلمنا عليهم بزاف المرات اللي هما كيتسكواو بهذه الطريقه وغالبا كيقدروا يعاودوا يرجعوا مي كيقدروا يرجعوا على مده طويله. وكاين هاد الغدد اللي كتكون على شكل انتفاخ خارج من الجلد. الوغ المشكله ديال هاد الغدد افيكتيمون كنقدروا نحيدوهم بلو لازير ولكن كيعاودوا يرجعوا مره اخرى. هادشي اللي وقع لي قاش زولاتهم باللازير ورجعوا او هادشي اللي كان يعني كنخليو الاختيار لانه هو شنو المشكل. المشكل الجمالي يعني ماشي مشكل ديال مرض غيوقع ولا شي تطور ولا غيمشي ليها العين. يعني كنشرحوا للناس بانه بغات تحيدهم اوكي مي غتفوت واحد الوقيته وغيعاودوا يرجعوا. دونك الا كاين اللي كيتقبل هذه المساله كيقول لك نعاود نحيدهم ومن بعد يعاودوا يرجعوا نعاود نحيدهم. كاين اللي يقول لك هكا صافي غادي نحيدهم يعاودوا يرجعوا ونبقى دونك خليهم صافي. الا عاونت بشي كريم مرطب لدوره العين الا لاحظتي ان فيها البشره ديالها حساسه ما غاديش يبقاو يكثروا بواحد الصوره كثيره لان كنلاحظوا بان عامل الحكان كنعرفوا الناس اللي فيهم الحساسيه كيبقاو يحكوا مثلا عينيهم في الاخر النهار ايتو دونك هذاك الحكان كيكثر منهم. دونك اون كريم ايدغاتونت اللي تكون مناسبه للبشره ديالها ودير شي حاجه ديال الدوره ديال العين كذلك اللي مناسبه للبشره الحساسه مزيان في الحاله ديالها. واخا من بعد فتيحه من طنجه هذه المره في مكالمه اخرى معنا لطيفه على الخط من سلا. مرحبا بك لطيفه. اهلا وسهلا صباح الخير. صباح النور. الله يعطيك الصحه. بغيت نسول الدكتوره لا لا عندي اون توت بيتيت بول دو غراس في الشفر ديالي تحتاني يعني مجان با ما كت يعني في لا فلابي ولا والو ما كت يعني مجان با ولكن ما عرفتش عند من نمشي باش نمشي عند اوفتالمو ولا ديرماتو. هي بالضبط هي بالضبط في الشفار ولا في التحت؟ لا في الشفار الشفار غير في الشفار يعني في وسط لو بوغ يعني في وسط هذيك البلاصه اللي كنكحلوا فيها. تماما تماما. دونك من الاحسن طبيب متخصص في الامراض العيون. نعم شكرا. العفو. لا شكرا على واجب. شكرا لك لطيفه تواصلتي معنا من صلا. نمشيو لنقطه اخرى دكتوره نائله وهي المساله ديال هذوك النبيبلات او هذوك الفقاعات اللي كنتكلموا عليهم. شنو الحالات الاخرى اللي ممكن يظهروا فيها؟ وهنا كنتكلموا ربما على حالات شي حاجه عندها علاقه بالعدوى او لا شي حاجه مثلا عندها علاقه بتعفن ما او لا ممكن انه الانسان غادي يجربها في حياته ولا غادي يمر منها. فعلا الوغ كاين واحد شكرا اللي طرقتي لهذه النقطه لان كاين واحد المساله كتوقع دايوغ في هاد الوقيته كاينه كثيره بزاف هو كتسمى ليغيتام بوليمورف. الوغ هاد ليغيتام بوليمورف شنو هو التفسير ديالو؟ هو عباره كتكون حميرارات دايره دايره بحال الكوكارد. عرفتي الكوكارد ديال الدواره اللي كنقدروا نديروا فيها داك اللعبه ديال كنلوحوا فيها عرفتي لا كوكارد ديك السهم. السهم اكزاكتومون. الوغ وكتكون كتعلم الانسان داك السيبل كيفاش يبدا السيبل كيفاش السيبل دوك تماما كتكون بحال داك لو شيما واحد الدواره حمراء والوسط كتبان واحد النبيله كبيره بحال التعريف اللي تكلمنا عليه تاع لا بول. الوغ وكاين دابا الوقيته ديالها علاش كتجي في حبوبه الصهد. تخيلي ان داك ليغبيس اللي كيجينا في الفم كاين بعض الناس ودائما هنا في اطار خلل في المناعه ما كتجيهمش غير حبوبات الصهد عاديه. هذيك حبوبات الصهد غير كتبان من بعد ايام قليله كيبدا يطيب لهم فمهم من الداخل وكيبانوا فيهم هاد النبيلات في يديهم وفي رجليهم وكتكون محدوده مع الكود ومحدوده سبحان الله العظيم مع لي جونو. دونك وعندها حدها الركبه وحدها المرفق وعباره على هذوك النبيلات سو فورم دو كوكارد بحال اللي كنديروا فيها السام وكيبقى داك الطياب في الفم. هذا هو المرض اللي كيتسمى ليغيتام بوليمورف بوست اغبيتيك. علاش بوست؟ هي بعد ليغبيس. ليغبيتيك هي ليغبيس. وهاد الناس كتبدا وقت ما تخيلي جات عندهم هاد حبوبات الصاد كدير لهم هاد الحاله كلها. وهاد الحاله كتجي فيها حاله ديال تعب تقدر الحراره تطلع الفم كيطيب ما كيبقاوش يقدروا ياكلوا. يعني فريمون كيكون واحد الضرر اللي كيخليهم انهم كيف ما قلتي كيجلسوا في الدار ما يخدموش ما ياكلوش ايتو. الوغ هنا كاين علاجات لان الناس الا شافوا راسهم عندهم هذه المساله الا لاحظتي اليوم الحلقه تحسيسيه اكثر من انه غنجاوبوا على اسئله لان كنتكلموا على مسائل الناس خصهم يعرفوها انها موجوده في الجلد ويفرقوا بوتيتر كيسمعونا ناس فيهم هذه الحالات وما عارفينش عند من يتوجهوا. سورتو ان الامراض الجلديه كنلاحظوا انها دي فوا كتكون مزمنه وكتطول وقبل ما نوصلوا للطبيب كنبقاو نجربوا في راسنا
خاصنا شي مسائل وكنبقاو نديرو شي تخليطات وهذا عاد كنمشيو للطبيب من بعد عام ولا عامين. دونك كاينين حالات اللي كتلقى عندهم مثلا بحال هاد اللي تكلمت لك عليها خمس سنين وهي فيهم ما عارفينش عند من يمشيو ولا فاش تا كتبغي تدوز كيكون مشى داك الشيء ولا كتمشي عند ناس ماشي في التخصص ديالهم ما كيقدروا ما يتعرفوش عليها لان الجلد شويه كمان هذيك الطريقه ديال التفسير ديالو او الملاحظه اللي فيه لان مبني بزاف على الملاحظه يعني فريمون لذلك الاختصاص مهم جدا في هذه الحالات. الوغ دونك هاد الناس حياتهم كتبدل بمجرد انه غيتم تشخيص المرض ديالهم وكنعطيهم واحد الحبوب اللي كيبقاو يستعملوها مره في النهار لمده 3 شهور حتى 6 شهور ومن بعد ما كتبقاش تجيهم هاد الحاله بهذه الطريقه كتقدر مثلا ما تبقاش تجي نهائيا او لا تبقى تجي ديك حبوبات الصاد العاديه بحال اللي كتجي للناس كلهم. دايوغ كنشوفوا ان في البرد حبوبات الصاد كتقدر تجي حتى 6 المرات كل شهر تقدر تنوض ايماجين هاد الناس كل شهر غتجي هاد الحاله كلها وما غيبقاش يخدم وعاد من بعد هذوك الفقاعات فاش كتبرى كتخلي طاشات بقع سوداء اللي صعيبه انها تحيد سورتو ان البقع السوداء كتجي كتكون ناتجه على التهاب داخلي ماشي بحال بقعه سوداء ديال شي حاجه حرقاتك من الفوق او لا كلف او لا يعني ما نوصلوش لان هذيك البقع السوداء تكون دونك وناس فريمون فاش اون فوا كيعرفوا المرض ديالهم راه حياتهم كتبدل كيحمد الله واحد الصوره كبيره لان كيكونوا كيعانيوا في صمت وما عارفينش اش يديروا كنلقاهم انهم كيستعملوا بزاف تاع المضادات الحيويه كل مره كتجيهم هذه الحاله لان حتى الحاله الا بقات بوحدها تقدر تبرى بوحديتها كتبرى ولكن كتبرى ببقع سوداء و كتخلي الاثار تخلي اثار افكتيفمون. واخا دائما تواصل معكم مستمعينا الكرام هذه المرة حياة على الخط معنا من الرشيدية. مرحبا بك حياة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس؟ الحمد لله حياة مرحبا بك. مرحبا بك لاباس الله يحفظك. فكان كنجري بحال حبوبات في الجنب ديال الفم ديالي. اها. إيه. وكيبقاو يتشركوا وكيخرج فيهم الدم ما كنقدرش نحل الفم. في الفم على برا ولا لداخل؟ على برا. وكيكونوا منبلين بحال حبات الصاد. بحال الحبوبات هكا كبارين هكا شويه ومفلحين. مفلحين وشحال الوقت هو فيك هاد المسألة؟ ما عقلتش انا مش حالة هادي كيبقاو يجيو ويمشيو ليا ما عرفتش زعما الناس. نعم شحال كيجوك تقريبا من مرة حياة إلا تكلمنا شحال مرة في الشهر تقريبا؟ بزاف كيجيو شوية ويعاودو يمشيو. دوك بحال حبات الصاد لا ما دوزتيش على هاد المسألة لا؟ لا ما دوزتش انا كنقول راه عاد واخا كيبقاو يحرقوني هكا صلا بعد الصباح ولا ما كنقدرش نحل فيهم وما فيك وي الوغ وهذاك لي زافت اللي كنتكلموا على بحال الطياب كيكون داخل في الفم ما كيكونش عندك في نفس الوقت؟ لا ما عندي لا طياب لا غير هذاك الحبوبات كنمتلي في الجناب بجوجهم في الجناب ديال الفم في جناب الفم دونك يمكن هي كتكلم على واحد بحال تشققات داك اللي كنسميوها لا بيرليش اللي كتكون في الجناب الوغ هاد التشققات اللي كتكون في الجناب يقدر يكون عندها بزاف ديال الاسباب الوغ مثلا كاينين الناس اللي كتكون عندهم بحال البكتيريا اللي كتجي كتعطينا الحلاقم ليزونجين كتقدر تعطينا هذوك التشققات في الجناب كنشوفوها بزاف عند الاطفال وكتتم العلاج ديالها بمضادات حيويه ما هي كتكلم على ان كيجيها هادشي بزاف تقدر تكون عباره تاع حبوبات الصاد الا كانت كتجيها مي قليل فين كتفلح حبوبات الصاد كتبان بداك التنبال كيقدر يكون مرض اللي عندها في الفم ديالها في اللثه في اللسان اللي كيبان على برا على شكل تشققات في الجناب وكتكون هنا خص علاج اللثه عن طريق داك لي ديتاخطراج عن طريق ادويه كدار باش ما يبقاش مثلا ميكروبات وخاصه بعد الاكل المسائل اللي كتبقى مترسبه في الفم اللي كتخرج على برا بعض المرات هذاك الطياب اللي كيكون في الجناب كيكون ناتج على واحد التعفن ناتج على الكونديدا وهو عباره عن فطريات اللي كتجي في بعض الحالات يعني كتجي عند الناس اللي فيهم مرض السكري كتجي عند الناس اللي مثلا دايرين الات في الفم ديالهم يعني سواء دايرين داك لابروتيز او لا مركبين فم اصطناعي واللي كيكون مثلا قدام في المده ديالو راه شحال الناس كيسحبوا راسهم بانه هذاك الفم اللي مركب ما خصوش يتحيد كنلقاوهم سنين فوت 10 سنين وما عندهم هو راه حتى هو عنده مده صلاحيه خصو يتغير المواد اللي كانت كتصنع بها قبل ما بقاتش دابا جائزه يعني كاين تغير حتى في المواد ولات مواد صحيه اكثر خاصنا حتى هو نديروا ليه علاجات يعني نقيوه مزيان ونبغوصيه ونشلو فمنا من بعد ونحيدو فاش كنعاودو نستعملوه من بعد الاكل لان كتبقى تسربات كدوز ما بين الفم الاصطناعي وما بين اللثه اللي كتعطي امراض اللثه اللي كتعطينا تعفنات بحال هكا اللي تقدر تبان في الجناب بعض المرات كاين بعض لي زاباغي دونتيغ اللي ما كيكونوش ادابتي مع الفم يعني ما جاوش معاه
اما كبر بزاف يا ما كيديروا لنا داك الطيب في الجناب. دونك كنشوفوا ان الطيب في الجناب يقدر يكون عنده بزاف تاع الاسباب. وكاين كذلك حالات ديال الحساسيه اللي كتقدر تكون مثلا اما اليرجي ديال الكونتاكت موضعيه ناتجه على استعمالنا مثلا معجون الاسنان اللي ماشي هو هذاك، عندنا حساسيه في شي ماده ديالو وتقدر تكون تبان لنا على شكل التهاب في الجناب. كاين مثلا تقدر تكون حساسيه استعمال بعض الكريمات اللي كدير في الفم، يعني مرطبات ديال الشفاء او لا الا كنديروا شي غوج عليفغ. دونك كاين بزاف الحالات اللي تقدر تبان لنا غير على شكل تشققات في الجناب. واخا نمشيو دائما نتواصلوا مع المستمعين الكرام من بعد. حياه من رشيديه، هاد المره غنستقبلوا معنا جميله على الخط من بلجيكا. مرحبا بك جميله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. في الاول كنعتذر على شويه الارتباك حيت اول مشاركه لي هذه. ما كاينلاش يكون الارتباك لاله جميله. مرحبا بك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم، شكرا على هذا البرامج. العفو، مرحبا. وحنا ديما في الاستماع لكم. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. لا الراديو البرامج ديالنا. شكرا. ايه نعم جميله. جميله مازال معنا؟ ايه باقي معكم. ايه تفضلي. ايه شنو بغيتي تسولي؟ وي عندي بنيه عندها 9 سنين. اها. وعندي وليد عنده عامين وثلاث مواقع، عامين وثلاث شهور. أيه. ولاحظت بأن البنت. نعم كنسمعوك يا جميلة. ألو. كنسمعوك يا جميلة. إيه. قلت لك البنية منين دازت واحد ثلاث سنين هكا ثلاث سنين ونص. أيه. يديها وجليها تيخرجوا لها شي حبيبات حرشين بزاف. بحال لا طويلة ساش. أيه. والمهم كان كنت ديت عند واحد البيديات وداك الشيء وخرجت لي دي. اييه غير كملي يا جميله راه كنسمعوك. نعم. اييه مع الوقت لاحظت بان لابو باقي هي ما داك الشيء ما مشاش ليها. المهم كندير لها مره في لا دوش كندير لها دي زويله هكا كندهن ليها باش تبقى لابو يضغط ونوصل وشنو. ودابا مع الدري لاحظت هو عنده هذا الميم بروبليم ولكن عنده في ظهرو في كرشو. وكيفاش كيبانوا هاد الحبيبات؟ واش هما بحال اللحم برش؟ بحال حبيبات ديال العرق وهما حرشين وهما يعني بحال اللحم بحال لابو بحال كتبان لك مبرشه بحال الشيغ دو بول. لا؟ بحال الشيغ دو بول وي. دونك غتكون عندهم بجوج ومنشوفية. الوغ ودابا البنت ملي كنسالي ليها لا دوش ولا شي حاجة فكومونس غاتي تضرب نورمالمون. الوغ نورمالمون كتفك بزاف. وي مدام كاين واحد الخطأ كديريه هو تدهني ليها بالزيت. نو ما تبقاش ديري هذه المساله. الوغ ملي كتكون عندنا نشوفيه في الجلد غالبا كتكون معها حتى شويه الحساسيه جلديه. نتجنبوا الزيت والله يخليكم. كنشوفوا بزاف الاستعمالات الزيوت استعمالات خاطئه. واش كاين اللي عندهم الحبوب في البشره ديال وجههم كيديروا الزيت على ود سواديزون باش غيعالج الحبوب وكتجيب واحد لابوسي ديال لاكني كثيره بزاف. الزيوت دابا واخا كنسمعوا شي مسائل كثيره كنروجوها فيما هو غيزو ايتو راه ما كتصلحش مع كل شيء. الوليدات ديالك كنتي في واحد المنطقه اللي الحمد لله كاينه الادويه يعني كاينه الكريمات بزاف وغتكون تم ترفقه في لو بري وكتحترم حتى بعض المعايير اللي هي مهمه. اللي هي مهمه لان خصهم يستعملوا كريمات اللي ديال البشره اللي كتكون حساسه. خصهم يغسلوا بواحد من الاحسن ديجيل اللي ميدمين وديال البشره الحساسه. الا درتي هاد جوج المسائل والدهين ما خصوش يكون غير من بعد لا دوش. بالنسبه لوليداتك بجوج غدهني ليهم يوميا الا قدرتي لانه غادي تحميهم بهذا الدهين. ما غتبقاش البشره ديالهم كتبان مبورشه بحال لاشيغ دو بول. ما غيبقاوش يحكوا. كاينين كريمات اللي غير وهي عباره عن مرهمه وأو ميم طون كتكالمي الحكان عند هاد الوليدات اللي عندهم لا ديرماتيت اتوبيك لان شوفوا هذا هو المشكل اللي كيكون عندهم. والبنيه باقا صغيره لان 9 سنين مازال ما كاينش في ديك الفتره تاع المراهقه اللي كتبدا لابو كتيدم شويه. دونك غنحاول نطبق عليهم هاد المسائل يعني نغسل لهم بهاد الوجه ثلاثه المرات في الاسبوع او يوميا وندهن لهم يوميا الجلد ديالهم بواحد لاكريم مناسب ما فيهاش الريحه ما فيهاش المواد الحافظه ديال البشره اللي كتكون اتوبيك. والحوايج ديالهم نكون الملابس كلها قطنيه. من الاحسن ان الحوايج تصبن بلو سافون دو مارسي وكاين الحمد لله لو سافون دو مارسي لا ليسيف وبلا ما ندير داك لي شوز اللي فيهم لو بارفان ولا اللي كيرطبوا لو لانج لان ماشي مزيانين. بيان سور اكيد ما خصكش تحكي لهم بالكيس الحرج وانت في واحد المنطقه تقدري ما غتلقايش هاد الامكانيه. ما ديريش لهم لي جيل اللي فيهم الريحه لي جيل دوش حتى الريحه الا كانت غدار في الجسم تكون بعيد عليهم الاحسن كاع بلاش يعني تكون فوق الحوايج ديالهم. دونك هادو هما تقريبا النصائح اللي خصها تكون. لي شومبر ديالهم يكونوا مشمسين من الاحسن.
الغسان محيدة منهم الغبرة نستعملوا جميع داك لولانج اللي ما يكونش كيشد الغبرة بزاف. بالنسبة للعاب مثلا ديال الأطفال ما تكونش كتشد الخملة, يعني نشوف الأشياء اللي ما كتكونش ما كديرش لاليرجي الأطفال. نعم, وحنا الموضوع ديالنا دائما على الفقاعات اللي كتبان دكتورة نائلة على مستوى الجلد. نمشيو هاد المرة باش نتكلموا على الأدوية. ما يمكنش من هدرو على هذا الموضوع وما ندويوش على لزيفي سكوندير تاع الأدوية. خاصنا نعرفوا أنه كاين واحد الأعراض ديال الحساسية اللي ماشي عندها علاقة بالدواء ولكن عندها علاقة بالإنسان بالشخص. يعني غناخدو مثلا أنتيبيوتيك اللي غنستعملو أنا ما غيدير ليا حتى شي حاجة وغنعطيو لواحد الشخص عنده حساسية لهذه المادة وغادي تجيه واحد الحالة واحد الحالة ديال الحساسية ديال هذا الدواء. يعني ماشي الخطأ اللي عطى اللي كتب الدواء او لا في الدواء, هذاك الانسان عنده حساسيه ديال هذاك الدواء. الوغ كاينين الحاله تاع الحساسيه ديال الادويه دايوغ نخصوا لها واحد النار واحد الحلقه لان كثيره بزاف تقدر تبان على شكل غير حكه على شكل تورديت او لا تقدر تبان على شكل اشكال اخرى, بقع سوداء بقع بيضاء بقع حمراء او لا اليوم حيت الحلقه ديالنا مخصصه للفقاعات او لا ليبيول تقدر تبان على شكل فقاعات. وكاين جوج ديال الحالات ديال الحساسية الأدوية اللي كتبان على شكل فقاعات هو لو سيندروم دو ستيفن جونسون. هو عبارة عن واحد كتبان تقريبا بعد الاستعمالات ديالنا للدواء جوج الأسابيع حتى ثلاثة الأسابيع كيبدا اللحم ديالنا كيحمر كيتنبل كيطيب الفم كيطيب الحجر كيطيبوا يعني الداخل لي ميكوز وكطيب كذلك لابو كتبدا كتنبل. غير هي تنبال ما كيفوتش واحد لا سوبرفيسي في الجلد ديالنا حتى هي حالة اللي كتكون مصنفة من الحالات الخطيرة اللي خاصها استشفاء اللي خاصها بيان سور اننا نوقفوا هذاك العلاج. وخاصنا لذلك دائما فاش كنستعملوا شي دواء ضروري خاصنا منبهين الا غنستعملوه لاول مره عندك الا بانت لي شي حاجه في الجلد راه تقدر تكون حساسيه عندها علاقه بالدواء. مالوغوزمون كاين الناس كيستعملوا ادويه اللي ما كتبهاش لهم الطبيب, عطاتها لهم الجاره ديالهم او اللي عطاها لهم لو كونساي كلكا وما كينساو بانهم استعملوا الدواء, كيربطوا الدواء غير بالطبيب. يعني بالنسبة لها كتكون كتاكل داك الدواء بحال ما كتاكلوش, نهار كتبان لها شي حاجة في الجلد ديالها وكتجي عند الطبيب تاع الجلد كتنسى أنها كتاخذ واحد الدواء على شي حاجة. لذلك كنتكلموا على واحد لانتيغوغاتوار كيكون بوليسي اللي كنبقاو نسولوا فيه اش خديتي من دواء واش درتي هذا واش في فاتح الشهية واش خديتي شي حاجة عطاها لك شي حد. يعني وفي المغرب عندنا الصعوبة باش كنلقاو في الآخر الدواء وبعد المرات الواحد كينسى كاريمون كينسى أنه دوز هذه ثلاثة السيمانات وواحد الطبيب عطاه هذاك الدواء كيقدر ما يربطش هذا الاحتمال. لذلك كنصحوا الناس انهم يعقلوا على استعمالات الادويه. علاش كاين قانون اكثر في استعمالات الادويه في بلدان اخرى على هذه المسائل؟ لان ملي كتجي بعض الاضرار بحال هذه الحالات الخطيره راه كتقدر تؤدي الى الوفاه. كاين هذه الحاله وكاينه حاله اخرى هي اللي تكلمنا عليها في الاول هو لو سيندروم دو لايل. هما ناس اللي فريمون لا بو ديالهم كلها كتحرق كتولي كتنبل وكتعمر بالماء من الفوق حتى لتحت حتى في الدوره ديال العينين. ناس اللي انا كنعرف حالات اللي نجات من هذا العدد اللي ما ماتوش ولكن كيبقاو عندهم بعض الاضرار, اضرار في عينيهم في الشوف, تقدر تكون عندهم اضرار في الكلاوي, اضرار في الجسم ديالهم, دي سيكاتريس كيبقاو. الوغ كاينين واحد الادويه اللي دابا معروفه كتعطي حيت حتى تصنيف تاع الادويه كاين بعض الادويه اللي كتعطي بزاف هاد الحالات ديال التسممات. الوغ كاين لي زونتيبيوتيك, كاين بعض الانواع ديال مضادات الالتهاب. كنعرفوا ان لاسبيرين لذلك انه ما بقاش كيتعطى بواحد الصوره كبيره. نعم, قبل كانت كتعطى ماده الاسبرين بواحد الطريقه كثيره بزاف. لاسيد ساليسيليك دابا ما بقاش كيتعطى كثير ولينا كنستعملوا ادويه استعمالات اخرى. لذلك عاوتاني الا لاحظنا اليوم الا جينا نهضروا على يعني لي ميساج اللي في اللي هي ديال التوعيه, ملي كتكون فينا شي حاجه اللي ما براتش بوحدها خصنا نمشيو عند الطبيب. طياب تاع الفم اللي ما حيدش يقدر يكون مرض داخلي ديال المناعه الذاتيه اللي بدينا الدواء ان شاء الله غادي فاو الوغ الا تعطلنا تقدر تكون عواقب من بعد. الناس كبار سورتو الناس الكبار اللي فوت 70 عام اللي كتبان لكم انهم كيحكوا بزاف وفيهم بقع منبله كتقدر تكون امراض عندها علاقه بهذا السن. امراه حامل نات فيها شي حاجه جلديه ما تسكتش عليها, تمشي عند طبيب متخصص ديال هاد النساء هو اكيد غيوجهها لطبيب الامراض الجلديه. استعملت واحد الادويه على اي مرض, كاين امراض كاين واحد الدواء كيتعطى في مرض القرنس او لاغوت كيعطي بزاف تاع التسممات الجلديه, ماشي
ماشي الخطا في الدواء ولكن الخطا في هذاك ماشي حتى خطا الانسان ما كيستحملوش الوغ كو هو دواء الا بغينا نشوفه دواء وحيد اللي كيتعطى في هذه الحالات هو اللي كيتعطى الوغ دونك ملي كنستعملوا دواء وكنلاحظوا فينا انه ظهرات لينا شي مسائل في الجلد ديالنا ما كانتش نبقاو منبهين من الدواء اللي خديناه باش نمشيو عند الطبيب نجيبوا معنا الادويه اللي كتكون في الدار في لي تيغواغ اللي عطاها لينا واحد في شي مناسبه بعد المرات كتستعمل على الاقل نخبر الطبيب نخبر الطبيب وننبه نفسي على هذه المساله لان الا شفتي الفقاعات كتقدر تبان لينا شي حاجه عاديه كنشوفوها غير في الحريق الا شفتي راه شفنا بزاف تاع الاختصاصات اللي كتقدر تكون فيها امراض المناعه الذاتيه امراض تعفنيه تسممات الادويه حروق ناتجه على الشمس امراض وراثيه هذيك لابورفيري اللي تكلمنا عليها حتى هي دونك نعم نشكرك بزاف الدكتوره نائله دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر وشكرا لك على كل التوضيحات اللي عطيتينا اليوم فيما يخص هذه الفقاعات المائيه اللي كتكون على الجلد شكرا لك نشكر على واجبك احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه وغدا ان شاء الله غادي يكون موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون شكرا لوفاء فائز فندا كانت معايا في الاخراج وسامحه الشوبي مشكوره كانت استقبال مكالماتكم بقيت اوقات طيبه وممتعه قضيوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم من راديو الى